في الجنة وتشارك في وقف يعود ريعه لفقراء مكة 120 ريال. هاي ابو مشهور يقول والله هذا فضل وهذا خير، سبب من اسباب الجنة 120 ريال. يا ابو نصر، اقرا البارح في سورة الحشر: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاه ضيف فارسل الى بيوته 9 بيوت، بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، هل عندكم من شيء؟ واعطينا الطعام. فاذا وضعت الطعام كانك تصيحين السرج فاطفئي، وفعلا اتت بالطعام بعد ما نام الصبية وضعتها امام الضيف، فقامت كانها تصلح السراج فاطفاته، فاخذ الصحابي هو زوجتي يوهمون الضيف انهم ياكلون حتى اكل الشيء، حتى اكل الضيف لحاله وشبع. فالصباح ذهب الصحابي للرسول عليه الصلاه والسلام فضحك الرسول فقال، واسمع الى ما قال: لقد ضحك البارح الله سبحانه وتعالى من صنيعكم. لا اله الا الله. وهذا وقف ومسجد فيه اطعام وفيه صلاه وفيه، قد يكون بعضكم قد يقول بعضكم ان هذا الصحابه وان معايش الرسول وانهم لا لا لا، البارح في هذا المجلس قبل نعلن النتائج جاني اتصال من امراه كبيره سن، وانا اعرف وضعها المادي واعرف امورها الصحيه، والله العظيم اني تاثرت البارح ليلي كله من اتصال هذه المراه. وش تقول يا شيخ؟ المراه كلمتني البارح وقالت انا عندي ذهب، هذه المراه تزوجت ومات زوجها بعد أن أنجبت ولد وجلست على ولدها حتى كبر الولد، ثم تزوجت رجل ثاني، الولد هذا هو نبض قلبها، هو روحها اللي بين جوارحها، قبل وفاته رحمته الله عليه أهدى لها طقم ذهب. هذا الولد أنا أعرف حب هذه المرأة لولدها، توفى رحمة الله عليه، أسأل الله أن يغفر له وأن يغفره في علمه. اللهم آمين. اللهم آمين. لا تخاف، ما يضيع شيء عند الله يا غازي. والليلة الليلة خاصة الرسول ذكرها بلسانه: في خامسة تبقى، تحروا ليلة القدر في خامسة تبقى، نطقها الرسول بلسانه اللهم صل. ليلة 25 اللي هي الليلة، يعني هو نطقها بلسان الرسول اللهم صل، خصها الليلة هذه. فالله الله فضل كبير والنفقة كبيرة. عمر بن الخطاب يقول يعني طلبنا الرسول أن نتصدق يوم، يقول والحمد لله كان وقتها عندي مال، قلت اليوم ما يسبقني أبو بكر، جاب نص ماله، قلت نص مالي ما يسبقني هاي لا أبو بكر ولا غير، جاب وقال هذا لك يا رسول الله. قال الرسول وش تركت لعيالك وأهل بيتك؟ قال تركت لهم مثله، يعني النصف الثاني. يقول يوم أخذت لبست قليل لأبو بكر داخل أمال برضه، يعطيه الرسول. قال وش تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما خلى ولا شيء من لا إله إلا الله. يقول عمر عرفت إني ما رأى أبو موت ما سبقت أبو بكر. فهذا هم يتسابقون، وفضل عظيم يا غازي. تعال يا أبو النصر، مدام ذكر الفاروق عمر بن الخطاب كان مقافا عند كتاب الله عز وجل، لما كانت فتوحات المدائن وفتح الله على سعد بن أبي وقاص، أرسل عمر بن الخطاب لأبي موسى العشيري أن ارسل لي جارية، يعني يريد أن يشتريها عمر بن الخطاب. فلما وصلت الجارية نظر فيها عمر بن الخطاب فاعتقها، فلما سئل قال ذكرت قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهو معجب باعتقها لوجه الله. لا إله إلا الله. غير كذا يا غازي، بما أن أبو عبد الرحمن ذكر الفتوحات، إحنا في شهر رمضان، تدري أن أغلب الفتوحات الإسلامية كانت في رمضان؟ الناس يدورون فضل الله يعطون أرواحهم يا غازي، يعطي حياته، ما هو 120 ريال، متخيل حياته؟ فالله الله السبق السبق يا أخوان، و 120 ريال والله ولا شيء. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نصر: ينزل ملكان كل صباح، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا خلفا. فالإنفاق في عمل الخير أول شيء البركة اللي بالله بينزلها عليك الشخص. الشيء الثاني الله في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. فالإنفاق في عمل الخير والله لتشوف بركتها في دنيا قبل آخر. يوم بعد الفطور وانا جالس استرحت من الدوام في تبوك، اللي هو يرسل على جروب العائله يا الربع، الحارس حق المدرسه عندنا احوال تشوف الطريق، ما حد عنده شيء افرح به اخليه يفرح به عياله في العيد. يوم 22 او 23 رمضان كذا، وانا ادخل على طول احول الميسور، يعني شيء ميسور يعني ما يذكر اصلا حتى، وادخل على النمره خاص، قلت هذا قال الله يجزاك خير. بس يا غازي ربع ساعه قسم بالله العظيم، انا كان عندي ورشه حداد في تبوك، يعني ورشة ميسورة الحال، يعني في الشهر يا الله تدخل 10,000 15,000
وتعرف في رمضان يعني، والناس اللي حتى خلف الشاشة يعرفون الحين في رمضان الورش والأشياء هذه يعني شبه ما فيها صشة في رمضان، يا دوب بس تدفع رواتب العمال لا تطلع خسران هذا، وعشرة واخر يعني خلاص الناس أصلا تجهز العيد، ما يجيك أصلا زباين، مستحيل أصلا يجيك زباين كذا، والليل الجوال يدق حتى ورشة مسكر يعني، لقى طرق من الجوال من اللوحة فوق ليه يدق، سلام كيفك يا باشا، تجينا عند الورشة عند شغل، حتى في رمضان ما نفتح غير الساعة 9، واجي وشغل ما أول مرة زم شغل في حياتي زي كذا، ب 400 ألف والله ما بينها وبين تحويل الرجال هذا غير ربع ساعة، لا إله إلا الله. الله هذا الحارس هذا قلت ادعي له بالرزق وبالولد الصالح، وسبحان الله ورزق الله ابو ناصر كل الثين قبل 9 سنين، والله ما ادري لو ناصر عمر ثمام ما ادري لو لا اله الا الله. رضي الله سبحانه وتعالى يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. عماره المساجد اكثر الناس يفهم انها باقامه الشعائر، بل بعد بدعم زي الاوقاف ذي اللي تبني المساجد، هذا المسجد ترى مو ببيتي ولا هو ببيتك، المسجد هذا بيت من بيوت الله. صادق والله. يبقى قائم يمكن 1000 سنة، 1500 سنة. ولا تنسى. وأزيدك من الشعر بيت، في حد الحرم ما يبعد عن الكعبة إلا 4 كيلو، يعني الصلاة 100,000 صلاة. والأجر فيه مضاعف بعد. واسأل اللي جرب، خاصة المساجد، قسم بالله غازي اللي قايمين عليه، واللي هذا حتى الموت اللي سووه المساجد، قسم بالله الحين ذكرهم موجود في المجتمع. من ضمنهم صديقي ضاوي الله يرحمه، وأنت عارفه. يعني هالحين شبه ما في ولا شيء غير هالمسجد اللي يعني كل من فترة يجيب طاريه ونذكر فيه، وأنا أبخصه يعني وأبخصه لهذا، يعني يمكن ما ترك في الدنيا هذه من اللي يعني عمل يرجع له الحين وهو في قبره غير هذا ولا دعوته. يلا والله ما عمره. وش مسجد يا أبو ناصر؟ سوى مسجد جامع الدوم هناك عندنا في تبوك، وحي وقام عليه وأشرف عليه وبناه وراحوا مسجد الحين من يصلي فيه؟ كم واحد؟ مسجده الحين جمعة وجماعة وعيد، وهذا وانا الإمام الخطيب حقه وبركاته خير من الله، ويقام فيه إفطار صايم ويقام فيه خيرات ما يعلم غيره. غير هذا يا أبو النصر، يا أخي أقسم بيت الله ما عمري جيت عند مسجد حتى لو مع الخط وشوف جامع فلان رحمة الله، والله أني يقول الله يرحمه، وأنا لا من حين تقرأ الاسم. إي والله العظيم أحيانا بعد أكثر مساجد يجي مكتوب جامع فلان بن فلان الله يرحمه افتتح عام كذا، والله أني أدعي له، لا انا لا اعرفه ولا شيء. ضاوي عام 1433 كم 13 سنه وراحوا قبل 7 سنين الله يرحمه يسكنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. غازي ولا تنسى الحديث اللي يقول اتق النار ولو بشق تمره، شق تمره تعطيها انسان تتصدق بعلاها تنجيك من النار، فما بالك بمسجد العباد الله في الحرم بانيه و120 ريال ولا شيء. يا جماعه اسمح لي عشان النار، ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب يشبه تشبيها عجيبا، يقول إن العبد لن يفدي نفسه من النار، يفدي نفسه من النار لأنه قد كتب عليه الهلاك، فتأتي الصدقة فترد عنه النار. لا إله إلا الله رحمه الله تعالى، يعني تغير قدره. نعم، يقول تهلك الذنوب الآن، قال فتأتي الصدقة فتفديه من عذاب النار. لا إله إلا الله. الناس يوم القيامة تقف في يوم مقداره 50,000 سنة، يوم عسير الله يكون في العمر، والمرة في ظل صدقته. حين أنت لو تقف نص ساعة تكسرت رجولك ولا تعبت ولا، فالله الله يا أخوان ما عاد باقي شيء. يا جماعة وصلنا 70%، ما بقي إلا 30%. لا تنسون أمواتكم، لا تنسون شيبانكم، أمهاتكم، الله يسعدكم دنيا وآخرة، وبإذن الله بعد ما نشرب الماء يا أبو مشهور ننتظر البشاير الله كريم. الله ان شاء الله فرحنا بتقفيله يا اخي، والله انا بتقفيله يا ابو النصر. اللي يعرف كل من ينفق 120 ريال او ينفق اي شيء، ان الله سبحانه وتعالى يستقبلها بيمينه اذا انفقها من مال طيب، والله لا يقبل الا طيبه كما جاء في الحديث. فاذا انفق الانسان من مال طيب استقبلها الله بيمينه، فرباها كما يربي احدكم فلوه، حتى اذا جاء يوم القيامه وجدها كالجبال. وشنه الصدقه اللي تتصدق الآن؟ والله لو أعطيت عظيم من عظيم الدنيا هدية وأخذها بيده، والله أنت فرح، ولله المثل الأعلى. ترى الله كيف يستقبلها الله سبحانه وتعالى ويربيها لك. ترى الله ذكرها في القرآن، هو اللي قالها، الله ما هو واحد قالها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله هو اللي قالها في الكتاب. يربيها يعني كرز، شوف الرز يعني كيف يربي، يعني يمكن تحط صدقة قليلة تجي يوم القيامة تلقى أكبر الجبال. لا إله إلا الله. طيب النصر واحدة عشان أطلع لي في قلبي شوي. الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. طبعا الأمة تأتي بعدة معاني في القرآن، ومنها الواحد ومنها الجماعة. فمن ترون الآن هؤلاء
ممن يريدون أن يكونون في وصف الله عز وجل يدعون إلى الخير. أنا أدعوك إلى الخير الآن، أنا لا أدعوك إلى شر، وأنا أشاركك الأجر، أنا دعوتك والدال على الخير كفاعل. فحتى لو ما استطعت أنك تنفق أو ثقلت عليك نفسك، فقل اللهم إني أقني من شح نفسي، لأن الشح هو أعظم البخل، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنفقين. اللهم آمين، اللهم آمين.